Muhammed Resulullah fi kulli lamhatin في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حقوقه وافي اللهم صل على سيدنا محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حقوقه وافي اللهم صل على سيدنا محمد الكافي وعلى آله وصحبه عدد ما قام بأداء حقوقه وافي آمين. This is where we begin the first chapter of the Mawlid al-Sharif, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi istafa li mahabbatihi dhatil muhammadiyya sallallahu alayhi min al-qidmi waj'alaha wasitan li kulli insan Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa abrazaha awwalan fi hadratihi al-wahidiyya sallallahu alayhi wa farra'anha sa'ir al-akwan Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa amaddaha بأنواره العظيمة الشعشعانية صلى الله عليه وأوصل إمدادها لجملة الأعيان اللهم صل وسلم وبارك عليه أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المرضية صلى الله عليه وكملنا بالتواء جوف حجاب هذا الدور المصان اللهم صل وسلم وبارك عليه ورحمنا بهديه وسنته القوية صلى الله عليه وشرفنا بنزول هذا القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وطهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية صلى الله عليه صارت قلوبنا طاهرة مطهرة من الطغيان اللهم صل وسلم وبارك عليه وأفاد أن أسرائيلنا من الود لهذه المعاني العلمية صلى الله عليه ونطقنا بالحكمة التي تشرف بها الثقلان اللهم صل وسلم وبارك وأهل عقولنا التي أمل فقدنا بتلك الأفعال الآلية صلى الله عليه وراقينا على درجة العناية لعقل الجنان اللهم صل وسلم وبارك وأشكره على ما خسنا به من فضله به من مزية صلى الله عليه وهي تأهيلنا في أمة هم شهداء الله بحق ونصران اللهم صل وسلم وبارك وأيدنا بالعلوم المقلونة المخزونة الإلهية اللدنية صلى الله عليه وذلك باكتفائنا لآثار نقطة الوجود وسر العلمان اللهم صل وسلم وبارك وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أتحقق بها وأشهد إفراد الأحدية صلى الله عليه وعلو بها إلى منازل الموحدين المنزهين الحق عن المكان اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن سيدنا محمدا الذي من ميم اسمه امتدت سائر العوالم الخلقية صلى الله عليه وهو عبد الله ورسوله وهاء رحمته التي رحم بها المنوان اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن ميمه الأخرى تعينت مياه العوالم الحسية المعنوية صلى الله عليه وابتلاؤها من أنوار وأسرار وإذعان اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن دال ذلك الاسم دامت نظامة الممالك الملكية صلى الله عليه ودامت سولة الدين ببركة ونفعها في العالم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ظهرت أسرار الحكمية صلى الله عليه وما برزت علوم وحكم معرفة علزم في البعض الكتمان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على قبلة تجلياتك الربانية صلى الله عليه
حلنا ذلك من الوجود عن الشان اللهم صل وسلم وبارك على كتاب أسرارك المنطوية الحقية العلمية صلى الله عليه مظهر رحمة من حضرتي ومجل اسمك الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مستقامة الملة الحنيفية صلى الله عليه وما ترجم بلسان الشريعة والحقيقة ترجمان اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يقول وما قد كان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما كان يوم الجمعة وقع في الخاطر تعليف مولد يطلى في بعد أخبار ولادة الحقيقة الأحمدية صلى الله عليه وسط الوالد بتسميته بالأسرار ربانية اللهم صل وسلم وبارك عليه في مولد من وضع وهو مسحوب بالختان صلى الله عليه والدر الوحدية المجلية الحقية اللهم صل وسلم وبارك عليه في بعض أنباء من ظهر وعيناه مكحولتان صلى الله عليه فرأيت في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية منامية ورؤيته حق كما أورد عنه ثقات رواة بطرق الإحسان اللهم صل وسلم وبارك عليه فأمنني أن أصنف مولدا وأجعل إحدى قافيتيها بهية صلى الله عليه والأخرى نونا كما فعلت لأنها نصف دائرة الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وبشرني أنه يحضر في قراءتي وإذا قرأ فسترت ليتشرف به كلما تلي حكاية النومية صلى الله عليه وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه فنسأل الله الغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه فشرعت عن الفقير الراجل عن المشاهد القرآنية صلى الله عليه لأنه هو القصد المعمل بركة تلاوة على ممر الأزمان اللهم صل وسلم وبارك فأكون أنا الهكير الطالب من الله معاني يعلمها خفيا صلى الله عليه الغني بالله الشريف الشهير بالميرغني محمد عثمان اللهم صل وسلم وبارك عليه ابن سيد محمد ابن أبي بكر ابن سيد عبد الله تلميذ ابن إدريس أحمد ذي الأفعال الأحمدية صلى الله عليه أرسل الله على الجميع مع أبنائي والإخوان سهائب الرحمة والرضوان اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا ولما أراد الله أن يبرز هذه العوالم العلوية والسفلية صلى الله عليه أبدا من نوري فكانت هي محمد بن عدنان اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر جوابا لمسألة الحكمية صلى الله عليه وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين عنه لك دبان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل كم عمرت يا جبريل فقال لا أدري رواية جلية غير أن كوكبا يبدو في الحجاب الرابع يا معشر الإخوان بعد كل 70,000 سنة مرة فهذه علامة اجتبائية وقد رأيت 72,000 مرة بلا نقصان اللهم صل وسلم وبارك عليه فقال صلى الله عليه وسلم تعريفا بمقامي وأسرار المصطفوية صلى الله عليه وعزتي ربي أنا ذلك الكوكب الذي رأيت يا جبريل في حجاب المنان اللهم صل وسلم وبارك عليه وغير ذلك مما لا تحصر الأقلام في الكتبية صلى الله عليه ولا يصف في الحقيقة حفظ الكاتبان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم وبارك عليه وأما ما ورد في
حقه صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمية صلى الله عليه التوراة والإنجيل مملوعتان والفرقان اللهم صل وسلم وبارك عليه ويكفيك قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم آية إلهية صلى الله عليه ولقد جاءكم رسول بها لك تم الامتنان اللهم صل وسلم وبارك وقد وصف الله تعالى في التوراة ببعض صفاته المنعية صلى الله التي أنزلها في كتاب القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وهي قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أخبار المبشرية صلى الله عليه وزاد فيها حرزا للعمين فهذا الوصفان اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل شهادة قدسية صلى الله عليه وغير ذلك مما رواه كعب الأحبار وغيره وابن السلام بعد الإيمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا هو مكتوب في هذه الكلمات التي هي المباني الإسلامية صلى الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ذو الرفعان اللهم صل وسلم وبارك عليه وأنه ليس أحد أعظم عندك منه منهة قربية صلى الله عليه وأن هذين الاسمين اللذين بهما يتم الوصلان اللهم صل وسلم وبارك عليه وأبدأ ممن جعلت اسمه مع اسمك أمورا فأوحى الله إليه ذو العظمة الرحيمية صلى الله عليه وعزتي وجلالي لا يعلمه عظمة عين العيان اللهم صل وسلم وبارك عليه لا آخر النبي من ذريتك لولاه ما خلقتك أحوالا تشريفية صلى الله عليه وإلى أبا محمد يكن صفي الله آدم كان اللهم صل وسلم وبارك وقال ليس شاهدا فيه له ولست أهلا أن أحمل هذاعه أو أنباء مستورية صلى الله عليه ولو أخذت في النقل لتهد في وسع هذا الميدان اللهم صل وسلم وبارك وقدر المعظم قد اتضح قبل بروزه وأشرقت أنواره في العوالم بالكلية صلى الله عليه وليس يسر ذلك إن الملك الديان اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم وبارك ثم اعلم أن نسبه صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية صلى الله عليه منظم كالدر المعروف بتشريف على كل الألوان اللهم صل وسلم وبارك عليه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ذي العصابة الهاشمية صلى الله عليه وهو ابن عبد مناف بلا خلاف ولا غويان اللهم صل وسلم وبارك ابن قصي ابن كلاب ابن مرة أنساب قرشية صلى الله عليه ابن كعب ابن لؤي ابن غالب بضبل وحفظان اللهم صل وسلم وبارك عليه ابن فهر ابن مالك ابن نذر ابن كنانة المكنونية صلى الله عليه ابن كزيمة ابن مدرك ابن الياس الموزان اللهم صل وسلم وبارك عليه ابن مضر ابن نزار ابن مأدب رواه أهل النسبية صلى الله عليه ذلك المشهور بأنه ابن عدنان اللهم صل وسلم وبارك ومن زاد على هذا فقد كذب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأخبار